هلا مشاهدينا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم، رح نحكي فيها عن الفيدباك او التغذيه الراجعه، مصطلح كثير بيتم تداوله خلال حياتنا اليوميه على مختلف الاصعده، لكن اليوم رح نحدد مجال هالمصطلح ضمن نطاق الشركات وعلاقه الموظف بزملائه في مكان العمل، وكيفيه تحسين ادائه في مكان عمله مع رواد نعمه المدرب في اداره الموارد البشريه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. يسعد صباحكم، شكرا لكم لهاللقاء الظريف. اهلا وسهلا يا رواد، اهلا وسهلا فيكي. صباحك. بالبدايه خلينا نشرح شو الفيدباك او التغذيه الراجعه. هلا خلينا نستخدم المصطلح الانجليزي فيدباك، لانه كلمه تغذيه راجعه ما كثير بتعطي وحيه للفعل كتعريف عربي. نظام غذائي او شيء عم بحكي عن مثلا احدى النفات قال لي عم نحكي مع احدهم بدي يطلع احكي على الفيدباك، قال لي شو بالعربي؟ قال لي قلت له تغذيه راجعه، قال لي انت موارد بشريه شو لك علاقه بالتغذيه؟ تمام. فخلينا كلمه فيدباك. فيدباك. هلا الفيدباك هي خلينا نقول العمليه اللي او خلينا نقول اللقاء اللي بيصير بين مدير وموظف. هذا اللقاء بيتم اعطاء المدير رايه باداء الموظف او سلوكه او تصرفاته خلال فتره مضت. وهي عمليه بتساهم خلينا نقول بخلينا الموظف يضوي له على شو هي النقاط الجيده بادائه او شو هي النقاط الغير مرغوبه بادائه، وبالتالي بيساعده على تطوير نفسه او بيصير احيانا نوعا ما من الاتفاق ما بين المدير والموظف كيف بده يطوروا هالاداء سوا. وبالتالي هي عمليه اول شيء بتساعد على التواصل الايجابي خلينا نقول والفعال بين المدير وبين الموظف. اثنين بتساعد انه الموظف يعرف شو المتوقع منه، يعني معظم العالم بتقلك انه انا ما بعرف شو المطلوب مني بشغل. هذا الشيء نتيجه قله هاي التواصل، الفيدباك بتساعد انه تعرف انت شو المطلوب منك تنفذه. ثلاثه بتساعد انه المدير يعرف حتى موظفينه كيف عم بيأدوا، وبتقوي هالعلاقه بيناتهم. يعني معظم المدراء عندك بيقول لك انه انا ما بحاجه اعطي موظفيني فيدباك. وانت بيعطوا فيدباك بس يعمل شغله غلط. صحيح. هون بتصير بصير في شو بصير الدور مثل المدير مثل مديره او المشرف المباشر مثل الاستاذ اللي حامل عصايه ولاحقه للموظف، بس يكون على النقد السلبي. اما في حال كان عم يعطي النقد او خلينا نقول او الفيدباك على الشيء الايجابي اللي عمله على الشيء السلبي، هيك بتصير علاقه اقوى، بصير الموظف تعززي له السلوك الايجابي اللي عنده، يعني بصير شغله منيحه بيعملها مره وتنتين وثلاثه، والسلبي بيبعد شو عنا لحتى يقدر يطور اداؤه ويضل مستمر. بس نحن يمكن دائما بيكون عنا الفيدباك السلبي، الايجابي ما حدا يعني ما في مدير انه برافو انتم عملتوا هيك، لا نحن دائما الشيء السلبي او البهادل تماما هي المسيطره على الفيدباك 100%. وبالتالي المدير بيصير نوعه بقول لك بصير عنده عم بيمارس سلطته، ما بيصير هذا خلينا نقول بسموها القائد. يمكن تختلف نوعا ما من القطاع الخاص والقطاع العام، نوعا ما نحن ما بنلاقي هيدا الشيء بالقطاع العام، يعني دائما عندك هيكليه للعمل قديمه نوعا ما، طريقه التعاطي كمان قديمه. صحيح. نوعا ما بالقطاع الخاص بتلاقي فيه شوي الفيدباك اكثر من القطاع تماماً. العام يعني بالقطاع الخاص لانه في نظام تقييم الاداء، نظام تقييم الاداء نوعا ما خلينا نقول كفرض من اداره الموارد البشريه عم بيجي على المدراء، عم بيجبروا المدراء يعطوا هالفيدباك. ولكن حتى في كثير من القطاعات الخاصه اللي خلينا نقول لمستها بعالم الاعمال بسوريا، فيدباك عندهم الموضوع كمان محرم. وبالتالي كثير الموظفين بتلاقيهم عم بيشزوا عن الشيء المطلوب، وبالتالي عم بيصير في كثير صراعات. امتى بتصير؟ لما تخيلها مثل كره الثلج، الموظف خطا ورا خطا والمدير نوعا ما بعيد عنه وما عم بيتواصل معه، وبالتالي الخطا بيتراكم، اخر شيء بيصطدم راي المدير باخطاء الموظف المتكامله، وبيحدث النفور، احيانا بتصير كثير مشاكل. طيب خلينا نحكي يمكن اساليب او طريقه التعاطي كيف ممكن نغيرها بالقطاع الخاص او بالقطاع العام من خلال الفيدباك. هلا اول شيء الفيدباك لازم تتم بوقتها، يعني من الموضوع ما تتنيم القصه كثير. يعني ما تصير ولا الشغله مثل اربع خمس شهور انا والله بقرر اعمل لك فيدباك. وما احاول اعملها هي اربط الفيدباك بتقييم الاداء، ما له وقت. في حال الموظف عمل شيء ايجابي امدحه، في حال الموظف عمل شيء سلبي اعطيه النقد بطريقه بناءه. فلازم نتبنى هي الثقافه انه انا ما انطر والله لبعد فتره طويله لحتى اني التزم بهذا الموضوع. اثنين على المدير انه يتبنى فكره انه انا مني فقط خلينا نقول رقابي على هذا الشخص، انا بنفس الوقت حدا محفز لهذا الشخص. ثلاثه انه يتبنى فكره انه الموظف مو ضروري هو يعرف انه عم يعمل منيح. يعني على طول الموظف عنده حاله خوف انا عم ساوي منيح ولا لا، فالمدير لازم دوره كمان اذا يعطيها الجرعه الايجابيه تماما يقول له انه برافو عليك عملت هالشيء منيح، وبالتالي يعرف اداؤه يقول له انه ليك نحن اتفقنا على المره الماضيه انه نساوي هيك وحضرتك سويت مثله بالضبط، هذا الشيء كثير تمام، خلينا على ادائنا وخلينا على سويه العمل هي. الموظف هون بتعطيه عن جد شعله تحفيز بخليه ينطلق. اما الموظف طالما عم بيعمل شيء منيح وما عم بيلاقي هالكلمه لو كلمه شكرا بسيطه او يعطيك العافيه بحس انه اوكي عمله غير مجدي. وبالتالي اول شيء لازم نتبنى هالثقافه، نتبنى خلينا الاثر المعنوي، يعني مو كل شيء بالمصاري بينقاس، هي كلمه صحيحه، يعني الموظف بهمه احيانا هالعلاقه الايجابيه بالمدير. الدعم المعنوي كمان له كثير دور،
صحيح رواد. طيب قديش مهمه تراتبيه الفيدباك؟ يعني مثلا اذا اكيد باي شغل في تراتبيه للوصول الى المدير العام، يمكن نقل الصوره او نقل الخطا او نقل الصح الى المدير العام بيتطلب من واحد لواحد من واحد لواحد او متابعه امور سابقه، يمكن قديش سوري قديش الموظف هون بينظلم اما بالايجابي او بالصح من خلال يمكن نقل الفيدباك؟ هلا الفيدباك اول شيء بتجي من المدير للموظف، بتصير عمليه تشاور بيناتهم حول الموضوع اللي هو جدل النقاش، الاداء المرغوب او الغير مرغوب. وبالتالي انه ما بيصير اللي اعلى من المدير يعطيه راي في حال ما كان له دور معه. مثلا انا كموارد بشريه ما فيني اروح لعند الموظف واعطيه فيدباك حول ادائه بشغله معينه انا ما انا ما هيك قصدي انه اكيد في مدير قسم باي مكان فوق المدير القسم في مدير اداره تماما يعني لتوصل له الفكره للمدير العام يلي هو البيج بوس. تمام. ايه هون يمكن قد ايه بينظلم الموظف؟ هلا ممكن ينظلم الموظف ليش؟ بناء على رايي الشخصي. يعني شو احنا المشاكل بتصير بالفيدباك هي الراي الغير موضوعي. تماما. وبالتالي هون اذا بنرجع للراي الغير موضوعي بنرجع لنحط معايير لتقييم الاداء، هون بيجي دور معايير تقييم الاداء بالموضوع. اذا الشخص عم بيعطي مثلا انت ليش شايف الاداء مرغوب؟ بده يعطي مبررات اسباب. ليش هذا مثلا ليش التاخير على الدوام؟ مثلا فرضا كل العالم بتقول لك التاخير على الدوام سيء. في بعض المناصب التاخير على الدوام هو مو شرط سيء او جيد. فلما تعطي مثلا الموضوع انه موظف بيتاخر عن دوامه، اعطيه مبرر. شو هذا الشيء اثره على العمل ككل، وبالتالي انت تخلي تقييمك موضوعي، وبالتالي اعطي خلينا نقول اسباب او خلينا نقول نتائج هالاداء الغير مرغوب لحتى يكون عن جد التقييم صح. لانه بناء التقييم ان والله بتحبه او ما بتحبه او بتكره الموظف هذا الشيء شايفه مو مزبوط، هذا راي شخصي، بدك تعطي اسباب، تعطي مبررات، تعطي مواضيع، راي مهني موضوع، راي بده يكون راي مهني مبني على شو اثر هالشيء اللي عم بيعمله الموظف او السلوك على اداء العمل او على الشركه ككل. نعم. طيب رواد خلينا نحكي يمكن عن الاخطاء الشائعه في الفيدباك، يعني في نقل الصوره الصحيحه او يمكن ترجمتها في بالشغل، يعني بين اي يعني اذا كان بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام، اكيد في اخطاء شائعه او متكرره لتطبيقها بشكل صحيح نوعا ما. هلا اول خطا بعملوها سلوى. يعني خلاص بعطيه فيدباك فخلص دقيقتين يلا بنقعد انا وياه دقيقتين انا وياه خلص على السريع بعطيه فيدباك سواء سلبي او ايجابي. هي فهم لا خذ وقتك. اثنين العالم ما بتحب انه اوكي بعطي النقد للموظف فالمدير ما بيتوقع انه الموظف يرد. لا طبيعي يرد، طبيعي يكون عنده وسيله دفاعيه، يعني مثلا احدى الردود ممكن يقول لك شو بعرفك انت عن شغلي؟ انت مو قاعد ورا مكتبي عم تشتغل شغلي. هذا الرد لازم يتقبله المدير، بالعكس لازم ياخذه خلينا نقول نقطه ليحاول يساله بعد اسئله اكثر ليعرف عن جد شو المشاكل، احيانا يمكن ما تكون المشاكل من الموظف. فاول شيء مثل ما قلنا متى اعطي وقتك للموضوع، اثنين تقبل خلينا نقول دفاع استراتيجيات الدفاع اللي بيعطيها الموظف. ثلاثة أكبر خطأ إنه ببني بتقييمي ببني على آراء الشخصي، أو أحيانا شو بصير في مقارنة بين الموظفين، ليش زميلك شوف شو عم يعمل؟ طيب أوكي نوعا ما المقارنة قاتلة بتكون للموظف لأنه في الإمكانيات تختلف لكل شيء، يعني لنفسيته ولعطائه كمان. هلا هي من الأساليب المتبعة أحيانا بتقييم الأداء، ولكن إمتى؟ الموظف اللي عم بتكون عم بتقارن فيه لازم يكون خلينا نقول له مصداقية قدام الكل. يعني مثال يحتذى به، مصداقية تختلف القدرات والإمكانيات. تماماً. ما فيني أنا مثلاً أقول رواد أحسن مثلاً من فلان الفلاني، لا هذا يمتلك إمكانيات وقدرات وعنده سنوات خبرة تختلف عن الشخص الآخر. صح 100%. وبالتالي بدي انتبه هاي الطريقة كتير خطيرة. يعني أنا بدي قارن أقران ببعضهم، هاي كتير خطيرة، بدي يكون حدا عن جد حريف عم بيعملها. يعني بدك تحاول أول شيء تلاقي أشخاص موجودين بنفس الظروف لتعطيهم هالتقييم هذا وتقارنهم ببعض. نعم. مشان ما يصير في نوع من نوع هالصراع، لأنه إذا طب اوكي انت انا بمكانه هو بمكان، مثلا مو معقول تقارني موظف ميداني بموظف والله عمل مكتبي. صح. هذا هون ساعتها خلقتي هالشرخ الكبير بيناتهم، والله ليك بفضلوا جماعه الميداني، لا قارني الميداني بالميداني، اذا عم بيشتغلوا بنفس الظروف بيحاول يعطي مثلا انه ليك تصرف، ليك مثلا مهارات هذا الشخص بهذا الموضوع، ليك مهاراتك، هلا خلينا نحاول نساوي هالموضوع هذا. واثنين اللي بصير بالفيدباك انه انا بس بعطيك شو رايي بالموضوع، والله اليوم جيت متاخر على الدوام وهذا الامر غير مرغوب فيه. فنحن منكب كل شيء منيح ونحن بنشوف هي أوكي. الشغله. طب اوكي هذا الشخص عم يدخل على الدوام، طب شو الحل؟ ساعد مع الموظف يعطيه حل، مو بس انه دورتك انه بس تاشر له، لانه الموظف احيانا ممكن ما يلاقي حل، مو طبعا انه بدا انه خلي بيسوق بسكليت خليه يسوق بسكليت هو يتعلم سواقته، لا هو اوريدي بدك تعلمه كيف هيسوق البسكليت او تعلمه كيف يصير اداؤه مثل ما الطريقه المطلوبه، مو فقط تقول له لا اوكي انت التقرير ما عجبني والتقرير فيه مشكله 1 2 3 4. طيب شو استفاد الموظف؟
اعطيه تحاول انت وياه لحتى تحسن التقرير، وبالتالي انت بتشجعه لحتى يفكر، وبتقوله لحتى يعرف انه انت شو بتطلب منه. هاي المشاكل اللي بتصير مثل قلنا، مثل ما باخذ وقتي، برفض انه الموظف ما بتقبل انه الموظف يرفض نقدي، ما بكون موضوعي بتقييم الاداء، وثلاثة ما بعطي ملاحظات للتطوير، فقط بكتفي انه وجه اصبع واصبع الاتهام على الغلط، او حتى احيانا بوجه اصبع الاتهام على الصح. يعني مبدا انه اقول له عملت هي الشغله منيحه، طيب شو في اعمل بعد لحتى تضل هي الشغله منيحه. وهي نقطه مهمه رواد، لانه انت مثلا توصل للسقف كثير منيح، بيشوف هذا المنيح بعدين بعد فتره بيشوفه عادي، يعني انه انت مثلا اعطيت ليفل كثير عالي بالشغل بمرحله كثير قصيره، بعد فتره المدير بيشوف هذا الشيء عادي، مع انه بالنسبه لرفقاتك بتكون انت نوعا ما مش أداء متميز تماما. هي كمان نقطه كمان بتاثر على اداء عمل الموظف بشكل عام. هلا احيانا ايه بالفيدباك بنحاول، خاصه الاشخاص اللي عندهم قدره وعندهم مجال، لحتى نرفع لهم امكانياتهم نتحداهم، نعطيهم اهداف زياده، نرفع لهم مستوى الاداء لحتى يتحفزوا. بس هون كمان برجع بقول لك كثير خطره، يعني احيانا عن جد بيكون الموظف موصل لحاله انه مسقف مثل ما بيقولوا، ما عاد فيه يتطور اكثر. فانتبه، بده ينتبه المدير بشكل منيح انه هذا الموظف انا قادر لازم اتحدى ولا لا. اذا ما لازم اتحدى فعندنا بكتفي بالدعم، بعطيه شو الوسائل والادوات اللازمه، او مثلا بعطيه الصلاحيات احيانا لحتى هذا الشخص يستمر يعمل يتطور كمان. رواد، قديش مهم يكون الفيدباك يمكن بين المدير والموظف لحالهم، مو قدام العالم؟ كمان النقد قدام العالم كمان بيقولوا هيك بالعاميه بيكسر شوكه الموظف. صحيح. هلا بننتبه حسب النقد، نقد سلبي ونقد ايجابي. هلا النقد السلبي حتما لازم يكون بجلسه فرديه ما فيها اي مقاطعات بين الموظف ومديره، تاخذ لها مثلا احيانا لو ربع ساعه، مو غلط، بس ما تعطيها، ما تعطي النقد بشو قدام الموظفين كلهم. يعني اذا شفت الشغله غلط، المدير لازم يستنى بوقت يطلب من الموظف انه يجي عاده فرديه بينه وبينه ويحكي له هالنقد هذا، مو قدام كل زملائه، مثل ما قلتي بيكسره. اما النقد الايجابي هون بقى بتيجي الموضوع حسب طبيعه الشخص. الشخص اللي بنسميه احنا اكستروفرت، هذا الشخص الاجتماعي المنفتح على الغير، هذا الشخص بحب انك توجه له النقد الايجابي، او خلينا نقول الفيدباك الايجابي، ايمتى؟ قدام الكل، بحس بافتخار. الشخص الانتروفيرت شوي انطوائي او المنعزل الفردي بينه وبين حاله، اللي ما كثير بحب التواصل الاجتماعي، اذا بتوجه له النقد قدام الناس ممكن يسبب له خجل، حتى لو كان نقد ايجابي يسبب له خجل، وبالتالي لا، بدك تعطيه كمان النقد وين؟ خلينا نقول بمكان بينك وبينه، مشان هو ما يحس، خلينا نقول بهذا الخجل، او يحس انه ما بحب في ناس ما بتحب تستعرض عضلاتها، خلينا نقول في ناس بتحب، فبدك تميز بين هدول النوعين. السلبي على طول افرادي، الايجابي بيجي حسب طبيعه الشخص، هل هو شخص بيحب ما بيحب التواصل الاجتماعي، او هو شخص بيحب التواصل الاجتماعي. نعم. يعني قديش المواضيع كثير مهمه، بس في سؤال يعني انا بدي اسالك يا رواد، يمكن كثير من النقد نور او من العقوبات الفرديه هي تعمم بمعظم الشركات على لوحات اعلانيه بيشوفوها كل الناس، هذا الشيء قديش صح وهذا الشيء قديش غلط؟ هذا كمان رد فعل فيدباك، يعني فينا نقول على خطا ارتكبه او على شيء صح عمله. هلا هذا في عندك مثلا الاخطاء خلينا نقول القاتله لازم تتعمم، خاصه بالقطاع العام، مبدا انه في مبدا عندنا بيقول لك ما حدا بيتحاسب، فبتضطر احيانا الاداره لتعمم هذا الموضوع، في له مبررات. او لكن احيانا اذا الخطا ما لازم، خطا بسيط بيتعلق باداء سلوك الموظف بيقدر ينحل فردي، لا فضل ينحل بينك وبينه، تتوجه خلينا نقول مذكره للموظف او كتاب للموظف انه بهذا الخطا او بهي العقوبه. فهون بتجي الموضوع مثلا مثل عاده بنحكي مبدا المخالفات اللي اجت، مثلا نحكي على صعيد الاقتصاد، موضوع العمله. هلا لانه كانت العالم بتقول لك انه التصريف العمله ما حدا بيتحاسب عليه، فاضطرت ساعتها الحكومه انها تعمل عن جد العقوبات وتعلنها بلوائح رسميه. تمام. هذا الشيء كان رادع، مشان ترد على الموظف عن هاي التصرف السيء، او ترد على الكل عن التصرف السيء، بتضطر تعمل هذا الموضوع. اما اذا انت بدك خلص الموضوع مو كثير متفشي وهو حاله فرديه، ساعتها بتضطر تتوجه الكتاب او تتوجه هي العقوبه بشخص فردي ما تعلن عنه بشكل عام. بس يمكن كمان بالمقابل يجب يمكن تعميم الشيء الايجابي، يعني بالشركات الخاصه نوعا ما في مثلا موظف الاسبوع او الشهر هو الافضل اداء، افضل انتاجيه، فكمان مثل ما انا مثلا بعمم الاخطاء نوعا ما وبعلنها، لازم اعمم الايجابي واعلنها، لانه نوعا ما كمان بتعزز ثقته بنفسه. صح. بتخلي متفائل مقبل على العمل، بيحب شغله. هلا عندك هي سياسه الترغيب والترهيب، يعني مثل الولد الصغير لما تعاقبه بتضربه على ايده، بس لما كذا بتعطيه بنبونه، يعني تماما 100%. فبالتالي انه مثل ما قلتي
الترغيب والترهيب ان اسلوبين بتبعوهم بالاداره يعني هن بس، ولكن امتى هدول النتيجه؟ بعد الفيدباك لازم يكونوا، ما لازم يكونوا والله قبل ما اعطيه النقد او ما اعطيه رايي بادائه. هون بتصفي المشكله. يعني بدي اقول لك الادارات بتحفز الموظف، يعني اذا انت عممتي الايجابي وبالتالي كل بيتحفز على الايجابي. السلبي اذا كان رجع حاله عامه سلوك عام مبتسم فيه الشركه ككل، مثل مثلا فرض موضوع التسيب، وبالتالي العقوبه اللي يعلن عنها هذا شيء شو بيخلي رادع للكل، لا في حدا عم يتحاسب، في حدا عم يراقبنا، نقعد كلنا خلينا نقول ملتزم نوعا ما. لانه لما تعمل شيء جيد وما بينحكى فيه بتفقده قيمته، يعني لما انا اعمل شيء جيد بالعمل مره واثنين ثلاثه وما في تجاوب، ما عاد في لك قابليه للعمل مثل الاول. صح، لانه اول شيء الموظف بيقول لك عملته ما اخذ الشكر تبعه، ما اخذ البوزيتيف فيدباك، التغذيه الراجعه الايجابيه، بيقول لك انه يمكن يتوقع انه هو الشيء هذا غير مرغوب غير مطلوب، وبالتالي بطل ينفذه كثير. فهي عمليه مثل ما موضوع انه خلص اعطيته هالفيدباك الايجابي، صار عنده خلينا نقول هالتحفيز هذا يرجع يعيده مره وتنتين وثلاثه. واذا قلت له شو هي الوسائل اللي يعيده مره وتنتين وثلاثه، انت هون بتفيده اكثر واكثر. نعم، مو بس تكتفي انك تعطيه الفيدباك. نعم، ان شاء الله دائما الفيدباك بكل الشركات وعند كل الاشخاص تكون ايجابيه وتستخدم بالطريقه الصحيحه. والفيدباك يمكن لازم تستخدم ولازم يكون في فضفضة خلينا نقول بين المدير والموظف. رواد شكرا كثير لك، وشكرا كثير على المعلومات وعلى الاضاءات لحتى تكون حياتنا احسن وشغلنا اهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه يا رب. شكرا لك رواد نعمه، مدير الموارد البشريه ومدرب الموارد البشريه، شكرا كثير لك ولوجودك معنا.